بعد الإقبال الكبير والمشاركة الفعالة من المواطنين، تم مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من السلع والتخفيضات التي أتاحتها المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية. مبادرة ممتازة جدا، واحنا نشكر الرئيس انه هو عمل لنا المبادرة دي. كل السلع الأساسية متوفرة وكثرة وموجودة، يعني بعكس أماكن تانية كتير وبلاد تانية كتير يعني عندهم نقص في الحاجات دي. احنا الحمد لله ربنا كرمنا ومتوفر لنا الحاجات دي وبأسعار كويسة، فربنا يخلينا سيادة الرئيس. يعني نشكر سيادة الرئيس طبعا على المبادرة، ونتمنى تطول أكتر من كده بكتير، نحن محتاجين سلع كتير منها في فرق البساطة. يا جنودك اللي بينا اشتدت عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وفرة كبيرة في المعروض على شتى أنواع السلع وبجودة عالية أتاحتها المبادرة في كل فروعها، بإجمالي 1002 منفذا لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية التي أثرت على كافة المنتجات. احنا مجرد انطلاق مبادرة كلنا واحد واشتركنا فيها، عهدنا الله وعهدنا الشعب المصري ان احنا نرفع لايب على المواطن البسيط، واحنا في مبادرة كلنا واحد مرحلة 22 مدينا المبادرة لحد نهاية شهر 7 وبتخفيضات تصل ل 60%. احنا مكملين بكل السلع المطلوبة للسوق المصرية كلها، موفرينها بأسعار مناسبة. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة ديت، لان احنا كل حاجة بنيجي هنا نلاقيها متوفرة بالنسبة للسلع، والأسعار بتاعتها كويسة جدا. بنشكره ان هو حاسس برضو بينا بالمواطن بالنسبه للاسعار والحاجه متوفره، مفيش حاجه ناقصه. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر. وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه، تشارك في المبادره منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه من خلال منافذها التي تصل ل 1026 منفذا ثابتا ومتحرك، متواجدة في الميادين والشوارع الرئيسية المنتشرة في كافة المدن والمحافظات بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. يا جنودك اللي بينا اشتدت عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح. انا كنت داخلة بصراحة منفذ امان عشان اجيب شوية حاجات هنا للبيت، فلقيت مبادرة كلنا واحد بيوزعوا كراتين حلوة ب50 جنيه وسعرها حلو قوي. هنا كل المنتجات وكلها أسعارها كويسة، فيها كل كماليات البيت، أسعار ممتازة كويسة 100% فرق عن السوق برا. وقد حرصت الوزارة على الإعلان عبر موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية على أماكن تواجد المنافذ الثابتة والمتحركة للوصول إليها بكل سهولة ويسر.